على طريقة وكيفية حل مشكل حضر كلمات رئيسية، نقوم بالضغط هنا على تطبيق جاكو. بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الملف الشخصي. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإعدادات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، ثم سوف نقوم بالضغط هنا على حضر كلمات رئيسية. وهنا يمكن حضر الكلمات الرئيسية التي تريدها. بهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.